وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد محمد عبد الجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. سيد الكوهجي، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا عن الآليات التي سيتبعها القطاع الخاص لدمج العقوبات البديلة في مجالكم وهو القطاع الخاص؟ الله يمسيكم بالخير، وكيف حالكم؟ طبعا احنا كقطاع الخاص واليوم كغرفة لنا دور كبير الموضوع، أي شيء لموضوع المجتمع، فالمسؤولية على الشركات الخاصة مسؤولية إن إحنا دورنا لازم ناخذ الجماعة اللي مشوا في هالمرحلة كعقوبات بديلة، إن نعطيهم الفرص كمجتمع فرصة ثانية وفرصة ثالثة. هذه دورنا كقطاع خاص، وأنا ودي في هاللقاء إن شركات القطاع الخاص يأخذون الموضوع بجد، لأن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية فرد. وإحنا نشكر أن وزارة الداخلية وقفت وتعاونت وتبادلنا الآراء في هالموضوع، وفي نفس الوقت مع وزارة العمل وهيئة العمل صندوق التمكين وحقوق الإنسان. فإحنا دورنا كبير كقطاع خاص أن لازم نساهم في هالموضوع. نعم، إذا السيد محمد عبد الجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.